استضيف اليوم للحديث حول هذا الموضوع الاستاذ محمود المصراتي، رئيس تحرير صحيفه اخبار الحدث الالكترونيه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الأستاذ محمود المصراتي، رئيس تحرير صحيفة أخبار الحدث الإلكترونية. أستاذ محمود أهلا بك. أهلا أحمد، تحية ليك وتحية لكل مشاهدينك، وخاصة في العاصية بنغازي. بنغازي قلب الوطن، بنغازي دائما وأبدا هي بوصلة ليبيا. لا يمكن أن تتعافى ليبيا ولا يمكن أن تنتصر ليبيا بل أن تنتصر بنغازي. بالفعل ما شاهدناه اليوم في بنغازي هو انتصار للجيش على الجماعات الإرهابية بالدرجة الأولى، انتصار مفهوم الدولة، ملامح الدولة بدأت واضحة تظهر في بنغازي. الوجوه التي رأيناها في بنغازي للناس تعبر عن سعادة كبيرة جدا بما وصلت إليه الأوضاع خاصة الأمنية. أهل بنغازي حقيقة اليوم حكينا مع كثير من الناس، سواء في منطقة الليتي ذهبنا إلى الكثير من الشوارع، الكل عبر عن فرحته الكبيرة ويؤكد بأنه بنغازي فعلا زي ما قال الفهد الأسمر عميد ونيس بوخمادة، عميد ونيس بوخمادة قال جبناها من بعيد. فعلا بنغازي جابوها الجيش وشبابها وأهلها جابوها من بعيد. أنا صراحة سعيد جدا بالنصر والتطور الكبير اللي صاير في بنغازي، وأتمنى أن تخطو طرابلس على خطى بنغازي بعون الله تعالى، أن تتحرر طرابلس من قبضة الميليشيات، وأن تبدأ فيها ملامح الدولة مثل ما شاهدتها اليوم في بنغازي. الزيارة الثانية التي تقوم بها إلى بنغازي أستاذ محمود المصراتي في غضون عامين تقريبا. نعم، هذه الزيارة كانت مختلفة، يعني بعد التقدم الميداني الكبير للجيش على الأرض لاحظت اختلاف جدا. في رمضان، شهر رمضان الماضي اللي قبل الماضي، كانت عندي زيارة هنا لبنغازي، وتذكر وقتها التقيت بالبطل الشهيد ربي تقبله برحمته ويكتب مع الشهداء والصديقين والأبرار الأنبياء سالم فريد سالم النيلي. زرت بعض المناطق، كان في كآبة حقيقة في تلك الفترة في بنغازي، وكان المشهد قاتم نوعا ما. اليوم بعد سنتين المشهد مختلف تماما، اليوم بنغازي ترقص فرحا، السعادة شفناها في وجوه الناس. صحيح، انتصارات المحاور والأداء اللي أدي فيه الجيش في المحاور انعكست فعلا موجودة في يعني انعكست على وجوه الناس، انعكست على طريقة حياة الناس. بعض المشاكل التي ما زالت تنغص على المواطن ربما هنا مشكلة السيولة، وهي مشكلة عامة. ما زال بلدية بنغازي تسعى ربما لحل بعض المختنقات في البنية التحتية والطرقات،
وبس الوضع بشكل عام جدا بنغازي آمنة، المحلات مفتوحة للساعة 1 ولا الساعة 2، ما هيش كذبة زي اللي يحكوا فيه في طرابلس يقول قهوة مفتوحة الساعة 2 في الليل ومحل تصديح أحذية في شارع مزران مفتوح الساعة 1 في الليل، لا هنا حقيقة القهاوي والمحلات والناس تتجول إلى ساعات متأخرة، الاستيقافات الأمنية ورجال الأمن موجودين على طول الطريق، الأمن متوفر وموجود ب 99%، وهذه هذا الهام الآن، هذا اللي يبحث عليه الناس. في يعني كلمة جميلة استخدمتها أو مصطلح رائع استعملته الآن فيما يتعلق بأنك رأيت ملامح دولة في بنغازي الآن، طيب متى سينعكس هذا على عموم المدن الليبية؟ متى سنرى ملامح الدولة في طرابلس؟ واليوم أيضا حضرت مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري العقيد أحمد المسماري، أيضا تناول أو عرض فيه الأوضاع في مدينة طرابلس، متى نرى انعكاس ذلك أو نموذج بنغازي في طرابلس أستاذ محمود؟ شوف العالم يكاد يتفق بأن مشكلة طرابلس ومشكلة ليبيا بالعموم هي مشكلة الميليشيات المسلحة، ضف على ذلك الجماعات الإرهابية اللي ظهرت في الثلاث سنوات الأخيرة. متى تمت السيطرة وإنهاء هذه الميليشيات المسلحة وأمراء الحرب والجماعات الإرهابية؟ سنرى ملامح دولة، وماذا ومتى أيضا توفر السياسيين الحقيقيين الوطنيين اللي لديهم قلب، يعني اللي عندهم قلب على البلاد بالفعل، واللي بالفعل لديهم رؤية ورغبة حقيقية في إخراج ليبيا من هذا المأزق، مأزق تاريخي اللي وقعت في ليبيا على كل الأصعدة يعني بكل المقاييس. هذا المأزق التاريخي نحتاج ربما سنوات حتى تتعافى ليبيا ونقول إن الآن أصبحت لدينا دولة، ولكن الخطوة الأولى هو إنهاء سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة والبحث عن إدارة سياسية حقيقية وطنية تقود مشروع الدولة إلى غاية انتخابات رئاسية مباشرة أو انتخابات تشريعية، وبالتالي نستطيع بالفعل أن نقول بأننا في ملامح دولة في ليبيا في 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 بنغازي في 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 أي مكان في 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 طرابلس في الزاوية في كل هذه الأماكن. أحمد، طالما الميليشيات موجودة لا يمكن أن ننتج دولة، لا يمكن أن نصنع حالة من الاستقرار الأمني ولا السياسي. متى تنتهي الميليشيات وتنتهي سطوتها وسيطرتها على مفاصل الدولة؟ سنذهب بالفعل إلى مشروع بناء الدولة. تحدثت عن الإنجاز العسكري على الأرض وشتى بتقدم الجيش في بنغازي، لكن بصفة عامة السياسيين قادرين على استثمار هذه الإنجازات؟ نتحدث عن البرلمان وعن الحكومة المؤقتة أستاذ محمود المصراتي. والله خلينا نكون واضحين، أنا لا أعتقد الأداء السيء والأداء السلبي والبائس سواء إلى البرلمان خاصة في الفترة الأخيرة أو الحكومة المؤقتة، لا أعتقد أن سينتج. أنا أتحدث عن قيادة سياسية أخرى تخرج من رحم هذه المعاناة اللي نعيش فيها الآن، تخرج من سيطرة، عندما يسيطر الجيش الليبي على كل مفاصل الدولة ويقدم بالفعل إدارة سياسية مدنية تقود البلاد إلى انتخابات بالإمكان. ولكن الموجود الآن لا أعتقد أنه سينتج حالة استقرار سياسي، ويمكن أن ينتج مفهوم الحقيقي للدولة في اعتقاد. طيب كيف يمكن إنهاء حالة الميليشيات؟ وأنتقل بك قليلا إلى الأوضاع في طرابلس وسيطرة الميليشيات هناك، لأن هناك تحشيد استنفار من قبل ميليشيات موالية للرئاسي مقابل تحشيد آخر مضاد لميليشيات أخرى مناوئة للرئاسي ومؤيدة لحكومة الإنقاذ. أين تتوقع أن تصل الأمور هناك؟ هل تتوقع تصاعد المعارك؟ هل تتوقع معركة كسر عظم تدخل فيها، معركة حاسمة تدخل فيها الميليشيات هناك؟ شوف، القيادة العامة قبل ساعة ونص عرضت في مؤتمر صحفي طريقة الميليشيات في طرابلس، وسمت بالاسم 7 ميليشيات بأمرائها، هذه ميليشيات متطرفة، وأعطت القيادة العامة أعتقد أسبوع، ربما الأسبوع القادم في مؤتمرها الصحفي، أعطت الفرصة أمام ميليشيات أن تحدد خيارها وتحدد موقفها، ولا سيتم تسميتها خلال المؤتمر القادم يوم الأربعاء الجاي. أكثر من 30 ميليشيا لم تحدد موقفها داخل طرابلس، بس اللي تحدثت عليهم القيادة العامة اليوم وقالت تعلم بالعدد، طبعا سمتهم القيادة العامة اليوم سمتهم بالأسماء، عددت أعدادهم كم بالأفراد وعدد ألياتهم والأسلحة اللي يمتلكونها، هم 7 ميليشيات موزعة طرابلس وتخوم طرابلس، وسمتها ميليشيات متطرفة. مسألة المجلس الرئاسي لديه ميليشيات موالية ليه وآخرين غير مواليين، في اعتقادي ميليشيات اللي موجودة في طرابلس كلها ولاء أهل المال فقط، باستثناء طبعا بعض الميليشيات اللي لديها ولاء إيديولوجي تتبع المقاتلة تتبع داعش، جماعات إرهابية متطرفة لديها إيديولوجيا خاصة،
هذه ستة أو سبعة ميليشيات سمتها جبهة القيادة، كل باقي الميليشيات هي ميليشيات للمال فقط، ما لم تحدد موقفها. فاعتقادي من سيدفع أكثر يدفع المجلس الرئاسي غضوة وكلهم يبدو في صفة، يدفع الغويل بعد غضوة كلهم تولي في صفة، يدفع الحكومة المؤقتة لو حصلوا فيها فرصة وتدفع لهم. هؤلاء ليست لديهم أجندة، لكن حجمهم أقل، حجمهم أقل، بمعنى أن السواد الأعظم للميليشيات في طرابلس هم الميليشيات، ميليشيات الابتزاز، ميليشيات المال، لكن مقابل يعني حجم أقل لميليشيات الأيديولوجية والعقائدية. من يوم عرفنا الميليشيات ودخلت فيها مسألة الفلوس من 2012 وال 2011 لما دارونا فزعت فلوس التوار والقصة هذه، نعرف أن كلهم ميليشيات ورق بسرة. يعني في اللي أمر نعرف ناس كانت عندها ميليشيا عندها قوائب 100 ألف منتسب، بينما في الواقع هم 10 صعاريك عندها مش باشا بصبع قاعدين في 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 معسكر واخدينه وما يملكوا شيء، وبالتالي ليس لديهم الحجم الكبير. من تبقى في الميليشيات؟ خلينا نكون واضحين، لما نحكي على قصة التوار وقصة الانتفاضة وفبراير والقصة هذه، اللي ثار حقيقة واللي كانت لديه رغبة حقيقية في أن يغير نظام القذافي ويبحث عن نظام آخر، يبحث عن مستقبل آخر، يبحث عن دولة واعدة آخر، كل هذه أحلامنا. الناس هذه بمجرد مقتل القذافي كل واحد حط سلاحه في بيته ورجع اشتغل. من تبقى لك في الميليشيات؟ كل من تبقى في الميليشيات رأوا بعد 2011 هم الصعاريك، مجرمين خريجين السجون والزنادقة والإرهابيين والصعاريك فقط، اللي ما عنده شيء في حياته يقبنا، واللي ما عنده شيء يقبنا لا لحوشة ولا لشارعة ولا لمجتمعة ولا لمدينته. هؤلاء هم اللي انضموا للميليشيات، هؤلاء هم اللي وجدوا القوة في في قوتهم، وجدوا شخصيتهم، وربما وجدوا حتى أنفسهم في في داخل الميليشيات. لكن في مشاريع متعددة لتجيير ميليشيات المال، نتحدث عن شباب غير عقائدي، لكن تم تجييره لصالح خدمة جماعة الإخوان المسلمين أو بصفة عامة تيارات الإسلام السياسي. على سبيل المثال تجربة الدروع. أنت تعرف يا أحمد الدروع صرف عليها أكثر من 4 مليار، يعني رقم ممكن ما صرفش كل المبلغ، الباقي خذوه القطعة السيمان وقسموه. فكرة الدروع كانت منذ البداية راهي ميليشيات مال، راه خلينا نكون واضحين، الدروع لم تكن لديهم ايديولوجيا، راه يعني ممكن القادة اللي كانوا فيهم كانت الإخوان مسيطرين عليهم، جماعة الإخوان الضالة كانت مسيطرة عليهم، ولكن في العموم اللي مسجلين في الدروع اللي انضموا للدروع راهي كانت المسألة مسألة فلوس، شباب ما عندهمش خدمة فانضموا للدروع. في النهاية هو مشروع ايديولوجي، هو مشروع ايديولوجي، ولكن هذا في قياداته، ولكن الناس اللي انضمت اللي تحتها ما كانش عندها ايديولوجيا. أمتى تورطت؟ تورطت في قصة بنغازي، حتى الدروع يلقوا نفسهم متورطين، وفي اللي لقى نفسه في خندق واحد هو داعش، لما تلفت يمينه ويساره لقى داعش ولقى أنصار الشريعة، لقى نفسه معاهم. يعني أنت تحكي لي على صياع، ربما مع احترام المشاهد وأذن المشاهد في هذا اللفظ، وبعض الصعاريك وخريجين السجون انضموا إلى الدروع، وعلى فكرة في ناس حتى كانت محترمة، رأوا في شباب كانوا محترمين انضموا للدروع، ولكن فاقوا باللعبة مبكرا وغادروا وانسحبوا. وانسحبوا. اللي تبقى اللي روح على يمينها داعش وعلى يسار أنصار الشريعة، اللي روح في خندق واحد معهم، وهو اللي قاتل لغاية هذه اللحظة. من بدري المتحدث العام، المتحدث العسكري، العسكري القيادة العامة قال نحن أمامنا 4 أصناف في نهايتهم، يعني 4 نوعيات، لدينا دروع ميليشيات دروع الإخوان، لدينا أنصار الشريعة، لدينا داعش، ولدينا بعض المجرمين واللصوص. هذا من 4 الأصناف هي الموجودة اللي تقاتل فيما تبقى في مناطق قنفودة، اللي هي أعتقد 3 أو 4 كيلومتر، واللي اليوم تقدم فيها الجيش تقدم كبير جدا، وغدا ربما بعون الله تعالى نتوقع تقدم آخر للجيش بإذن الله. لولا العملية اللي صارت بدري ربما شفتوها في مؤتمر صحفي، هناك أعلام بيضاء رفعت داخل أحد زوز بيوت، رفعوا أعلام بيضاء، والجيش تعامل بما هذا مفهوم الجيش، هذه أخلاق الجيش، يتعامل بحالة إنسانية. فبعد مفرزة توقع أن هناك من سيسلم نفسه، ولكن تم كانت خيانة وكانت جريمة حرب. سقط 3 من عناصر الجيش الوطني، كانت عملية إرهابية جبانة غادرة، خيانة غادرة، رفعوا الإعلام البيضاء لما تقدمت المفرزة تحسب أن هناك عائلات تريد الخروج أو هناك من يريد يسلم نفسه، تم استهدافهم وسقطوا 3 من الرجال. وهذه على فكرة هذه رسالة مهمة، ربما هناك عائلات بالفعل داخل قنفودة تريد أن تخرج، ولكن اللي قامت به اليوم هذه الجماعات الإرهابية تريد أن تقطع الطريق أمام هؤلاء، أمام الجيش، بأن الجيش حتى لو حد رفع العلم الأبيض أو بيت رفع العلم الأبيض حيتم استهدافه. ولكن أعتقد أن الجيش لديه الأبجدية في التعامل مع هكذا مواقف، وربما لديه استراتيجية معينة سيتجاوز هذه المرحلة.
طيب بعون الله. تتوقع يعني بالانتقال إلى طرابلس وربما اليوم نركز على الأوضاع هناك، تتوقع معركة حاسمة؟ تتوقع سيطرة بعض الميليشيات وزوال أخرى، بمعنى الآن ربما انتصار ميليشيات تابعة للرئاسي على الإنقاذ والعكس؟ سيناريو أنا اللي فهمته يا أحمد أن القيادة العامة للجيش الليبي لا تريد أن تكون طرابلس ساحة حرب حقيقية، لديها استراتيجية تعمل بها، ربما ستدخل إلى طرابلس القوات الجيش الليبي ستدخل إلى طرابلس بأقل التكاليف وبأقل الخسائر. بالفعل نحن اليوم أنا أرافق فريق إيطالي من الميديا ست في بنغازي ونسمع زمان في الكلمة بتاع حفتر دمر بنغازي، فاليوم استغربنا يعني أنا دخلنا للليتي، معروفة البيوت اللي دمرت اللي فجروها الإرهابيين، معروفة بعض المنازل اللي تم استهدافها بالرصاص، لكن هي محدودة، لكن لم نرى ما شفناش الدمار اللي يحكوا عليه، ما هوش موجود يعني. ولكن وبالتالي القيادة العامة للجيش لديها نفس الفكرة، لديها رؤية في دخول طرابلس، هم أدرى بها طبعا. هذا من ناحية الجيش. أما مسألة أن تطرحها الميليشيات داخل طرابلس، كنا نتوقعها من أسبوعين فاتوا، صار في تصعيد بين الميليشيات، ولكن هم طبعا ديما حبايب، هم كانوا حلفاء فجريب ياكلوا مع بعضهم، ياكلوا من قصعه واحده تو كيف الان الاخوه الاعداء، اي الان الاخوه الاعداء كانوا ياكلوا من قصعه واحده وتو اختلفوا، وبالتالي نتوقع انهم حتى يختلفوا ثاني. ربي يسلم طرابلس واهل طرابلس، لا 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 نريد ان يحدث في طرابلس دمار، ولا نريد مش في طرابلس بس في كل ليبيا، ولا نريد ان تسقط يسقط ليبي واحد، ولا نريد قطره دم واحده. ولكن اعتقد انه ليبيا تجاوزت الحلول السياسيه، تجاوزت ازمه ليبيا، تجاوزت الحلول السياسية، تجاوزت الوفاق، تجاوزت كل الكلام الفاضي هذا. نعم. يجب الحسم مع هذه الميليشيات، تقديم من يتبقى منهم إلى العدالة وإيداع في السجون وملاحقتهم إلى آخر شبر في ليبيا. الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين في طرابلس أين موقعهما الآن؟ هل هما مع رئاسي أم مع حكومة الإنقاذ؟ والله نحكي في نقطة بنحكيها محمد أحمد ومهمة جدا. أنا نحترم جماعة المقاتل أكثر من الإخوان، تعرف ليش؟ نعم. المقاتل عندهم مبدأ وسيرين بيه لتو، وهو مبدأهم لم يتغير، الحكم يتغير. الجماعة الضالة الإخوان المسلمين ما عندهمش مبدأ، أكثر تلونا شفناهم يا أخي، كانوا يسموا فيه برطمان طبق وغير شرعي وغير لأنهم قامزين معهم، قامزوا مع البرلمان ويبوا تقاسموا معهم السلطة ولين وصلوا المجلس الرئاسي بالشكل هذا. فأعتقد أن المقاتلة كجماعة إرهابية موجودة، جماعة الإخوان المسلمين آخر ما تبقى لها سياسياً، أقصد سياسياً هو المجلس الرئاسي واتفاق الصغيرات، وهو منتهي عندنا في وجهة نظرنا، وجهة نظر العديد 70-80% من الليبيين، اتفاق الصغيرات ومجلس رئاسي منتهي، وبالتالي هذا ما يتبقى لهم. الآن تتوحد الجهود من أجل الفكرة العبيطة الجديدة هذه وهي الحرس الرئاسي، وحنتناولوه وحنحكم فيه. أعتقد أن الفكرة هي فكرة الجماعة الضالة، فكرة الإخوان، فكرة 100% على غرار الدروع. طيب توقيتها، لماذا الآن بعد مؤتمر تونس يتم الإعلان عن نية الحرس الرئاسي لإنشاء هذا الجسم المسلح الآن الحرس الرئاسي؟ تعتقد أنه ذاته هو مشروع الدروع؟ هو ذاته مشروع الحرس الوطني الذي كانت ترفعه تيارات الإسلام السياسي في فترة المؤتمر؟ نحكي لك التفسير كيف صاير. أصبح هم مؤمنين إيمان تام وكامل بأن الجيش سيدخل طرابلس، هذا أمر لا مفر منه، وبالنظر إلى الصراعات التي حدثت بين الميليشيات في طرابلس المدة الماضية، فقال لك إحنا تو ما عندناش باش نواجه الجيش هدايا، صراع أصلاً إحنا ميليشيات نتصارع فيما بعضها. فتم التركيز والإسراع والضغط على مارتن كوبلر وعلى المجلس الرئاسي بالتسريع بتشكيل الحرس الرئاسي. شنو الهدف منه؟ هو جمع كل هذه الميليشيات تحت مظلة واحدة حتى يقاوم بها الجيش، لأن رئيس المجلس أو رئيس الحرس الرئاسي رجل ما هوش حتى فاهم شن هو نجم الناكوع، السيد نجم الناكوع ربي يهديه. أمس طلع نشوفوه في مؤتمر صحفي قال الحرس الرئاسي سيتشكل من قوات الجيش والشرطة النظامية. كلام جيد، أو عندنا جيش وعندنا شرطة. في ذات المؤتمر قال وأحب نطمن كل الليبيين بأن الحرس الرئاسي سيكون داعم للجيش والشرطة. بيفسروها لنا هذه كيف؟ إذا كان هم بتكونهم الجيش والشرطة وبيدعموا الجيش والشرطة، باي الجيش والشرطة متعمني اللي بتشكل منهم ومين بيدعموا في الجيش؟
القصة ما عرفناها زي أنور في ما أرنبنا في منور أنور، هي نفس القصة ما فهمناهاش. أنت شو تبي تقول بالضبط؟ أنت قاعد تقول لي الحرس الرئاسي سيشكل من قوات النظامية من الجيش والشرطة وفدات المؤتمر، بعد دقيقتين يجري بيك صحفي مش عارف كيف يسألك سؤال تقول له أنا نحب نطمن الليبيين بأن الحرس الرئاسي سيكون داعم للجيش والشرطة. فكرة الإسراع الآن والأسرار على هذا المشروع تخوفا من دخول الجيش، بس انا نحب نطمنهم صراحه، راهو الجيش جاي يديروا حرس رئاسي، يديروا حرس بلدي، يديروا حرس جمارك، الجيش جاي ما عندكم شو تمشوا منه، الجيش جاي اللي حيلحق عليه الجيش بعون الله سيتم ترميم بوسلين، واللي ما حقش عليه وخديه قرشاته وهرب ربي بعدين يسلكنا كيف نرده بعون الله تعالى مع الانتربول. يعني تعتقد تحديدا جماعه الاخوان المسلمين تتحسس الخطر الداهم عليها من تقدم الجيش، وربما الجيش الان يعد العدة على تخوم طرابلس تحديدا القوات المسلحة في المنطقة الغربية لدخول طرابلس، والآن إنشاء هذا الجسم ليكون جسما رادعا للقوات المسلحة أثناء تقدمها. طيب في فرق بين الحرس الرئاسي ومشروع الدروع السابق، أم تعتقد أنه نسخة كربونية عن مشروع الدروع؟ حنجاوبك بس خليني نقول لك حاجة. اليوم بأول مرة قيادة العامة للجيش تنزل فيديو وتكتب كلمة طرابلس قريبون. من 3 سنوات الجيش ما تكلمش عن طرابلس بهذا الشكل المباشر. اليوم في الـ في الـ في الـ في المؤتمر الصحفي السيد احمد المسماري المتحدث العسكري قال بان المشير خليفه حفتر قابلت امس وقال بان قضيه الفتاه التي اغتصبت في من قبل الميليشيات في طرابلس هي قضيه شخصيه اصبحت لي، ونادى كل ضباط الجيش في المنطقه الغربيه عليهم الالتحاق بكتيبه ابو بكر الصديق اللي موجوده في الوطية، كل افراد الجيش والضباط يراسها السيد العجمي نعم يراسها السيد العجمي العتري. والجيش نزل فيديو بكري، وحده التوجيه المعنوي بالقياده العامه للجيش نزلت فيديو، وكانت نهايه الفيديو كلمه حقيقه طارت انتباهي، ومن بعد سالت عليها طرابلس يا طرابلس قريبون او نحن قريبون. وبالتالي الجيش يعد العده لدخول طرابلس. الجزئيه الاخرى من سؤالك، مسألة المجلس الحرس الرئاسي والدروع، هي فكرة تمام، هي نفس الفكرة. الدروع شكلت زمان بأكثر من 4 مليار زي ما قلت لك، نفس المواصفات اللي طلبوها في الدروع الآن يطلبوا فيها في المجلس الرئاسي. هم محصلين حقيقة وعود من كوبلر والمجتمع الدولي بتسليح هذا الحرس، برفع حظر السلاح حول الـ حول الـ حول هذه المسألة. نحب نبشرهم أن المجتمع الدولي مش أمريكا وبريطانيا بس، هناك نقيض آخر، هناك روسيا وهناك الصين، والموقف الصيني سيتبلور خلال الأيام القادمة بالفعل. الموقف الروسي شكل الموقف الروسي أصبح واضح الآن. السيد عقيل التقيت به قبل ما يسافر بيوم أنا والوفد الإيطالي اللي كنا اللي رافقين الوفد الصحفي، وأجرينا لقاء مطول مع السيد عقيل صالح ليلة سفره إلى موسكو، وقال بأنه ذهب إلى موسكو بناء على دعوة من الرئاسة الروسية، وسيتقدم بالشكر إلى روسيا حول موقفها، وأنه الموقف الروسي تطور باتجاه ليبيا بشكل واضح. وبالتالي أيضا يوم 20 يناير لدينا موعد مع إدارة أمريكية جديدة لديها رؤية مختلفة عن الإدارة الحالية للأزمة الليبية. الإنجليز أنا في اعتقادي ما زالوا في الوضع الصامت مع المناورات اللي قاعدين يديروا فيها عبر وينر في وخاصة في مسألة الحرس الرئاسي، ولكن دائما بريطانيا تبع لما تقوله البيت الأبيض. فنحب نطمنهم حتى اللي وعدينهم بأن بالإمكان فتح صنبورة المال المجمد في ليبيا من أجل تسليح ما يعرف بالحرس الرئاسي، وأن المجتمع الدولي سيقدم مشروع قرار في مجلس الأمن لرفع السلاح وتسليح للمجلس الرئاسي. نبشرهم أن المجتمع الدولي ما هيش في الدول هذه بس، المجتمع الدولي وجهة نظره تغيرت، هناك فيتو موجود روسي وصيني، وزي ما قلت لك الموقف الصيني يتبلور خلال الأيام هذه. وأشرت إلى جزئية مهمة، التحالفات أو الدعم الغربي، سوريا ليست بعيدة عنا. ونشهد الآن بعد سيطرة الجيش على حلب تقريبا أن التحالفات المدعومة أمريكيا وأوروبيا تحديدا فشلت في حسم الصراع الآن، لذلك أنت لا تتخوف من أيضا لا تتخوف وواثق من قدرة الجيش على الحسم حتى لو تم فك
رفع حظر التسليح على هذه الميليشيات الآن على الحرس الرئاسي مقابل استمرار حظر على الجيش. هم إن شاء الله مش حيوصلوا للتشكيلة ومش حيوصل لمرحلة تسليحة بعون الله تعالى. بس يعني أنا نسبقنا في الأحداث بس مثلا أنك أنت فرحان أنك أنت بتشكل حرس رئاسي وبتدعمه بالسلاح وبتدعمه بالفلوس، نوع ذلك مش حيصير منه بعون الله تعالى. رجال الجيش موجودين، القيادة العامة للجيش رأيها واضح، ليبي جيش وشرطة لكل ليبيا. أنت مش تبي جيش وشرطة، حتى المجلس الرئاسي، حتى المجلس الرئاسي لو اتجه مش يبي جيش وشرطة ويبي جيش يحميه، يا سيدي هي المؤسسة العسكرية موجودة وقيادتها شرعية من البرلمان، البرلمان الشرعي معترف فيه العالم كله، ورئيس الأركان شرعية من البرلمان. الجيش اللي يقاتل الآن مش أنتم قلتوا فعلا والله في بنغازي، شوف بعد 4 سنين قالوا والله فعلا في بنغازي لقينا داعش، وخاصة الشريط المزلزل اللي نزل متاع أبو عياط وهو أمامه الهالك الزهاوي مسجى ويتغزل فيه وهو ميت، فكانت صدمة حقيقة، صدمة لهم هم بالدرجة الأولى، لأنهم هم كانوا عارفين ولكن ما توقعوش. حتى اللي كان يحكي لي على توار بنغازي واللي يحكي أن حفتر دمر بنغازي، وحتى بعض الخرموات اللي ما ممكن تقول في حفتر عدوها مرة الشباب لقوها 133 مرة كلمة حفتر في نشرة واحدة، و240 مصطلح دبابة في 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 موجز. حتى هم تراخوا شوية، وأصبح حتى اللي كان يدعم في قصة المجلس الشورى بنغازي يعتبر فيهم توار القصة هذه. بعد هذا الفيديو المزلزل تغيرت الأمور الآن، هم الآن مقتنعين بأن الجيش يقاتل في داعش، وزي ما هم وعلى فكرة يعني حتى تجربة البنيان المرصوص نترحم فيها على كل الشهداء اللي سقطوا فيها، وربي يشفي أصدقائنا وأصحابنا شباب من مصرات، شباب وطني وخير جدا اللي بترت ساقه واللي قاعد يعاني في 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 الجروح في في مستشفيات خارج ليبيا، ربي يشفيهم ونترحم على كل شهدائهم. البنيان المرصوص والشباب اللي بالفعل مشوا من أجل تحرير سرت ومحاربة الخوارج أصبحوا على قناعة تامة بأن ارتباط كبير جدا بين داعش. راو شوف خلينا نؤمن بحاجة، راو كان في شباب مغيب يا جماعة الخير، راو كان في ناس ما هيش فاهم الصورة بالضبط، راو حتى احنا خلينا نعترفوا بحاجة، حتى احنا كان إعلامنا مقصر يا أحمد، حتى احنا الطرف الآخر والجهة الأخرى لم نكن في 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 مستوى آلتهم الإعلامية، هم آلتهم الإعلامية راي كانت قوية، الآلة الإعلامية اللي خلقوها من فجر ليبيا كانت قوية جدا، راي جابت العشرات والمئات مئات الآلاف من الناس وقنعتهم بأن فعلا الزنتان أزلام وأن في عصابات في المطار. راو في اللي فاق بعد ما شاف المطار محروق، وفي اللي حتى بعد حرقة المطار وتحولت عملية فجر ليبيا إلى عملية سياسية وشكلت فيها الحكومة الإنقاذ والقصة هذيك الحزينة، راو في اللي مش مقتنع، تغيرت. حتى احنا نلومه في نفسنا، لم تكن لدينا آلة إعلامية حقيقية توضح للناس الحقائق، وبالتالي الآن بعد هالثلاث سنين هذه المرة وبعد هالخمس العجاف كلها أصبحت الأمور واضحة لدى كل الليبيين، أصبح بالفعل هناك مش قناعة، أصبحت حقيقة أن داعش اللي موجودة في سرت هي نفسها اللي موجودة في بنغازي، تحالفت هي وانصار الشريعة والدروع، الميليشيات الإخوانية واللصوص والإرهابيين اللي موجودين في 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 الدروع تحالفوا مع بعضهم وشكلوا هذه القوة اللي قاتل فيها الجيش اللي أكثر من سنتين. أنا زمان بالفعل حتى أنا يا أحمد كنت نتسأل ليش بنغازي عطلت، لما فهمنا القصة وخشينا للشوارع متاع الليتي وشفنا فيديوهات للشباب، راي كانت حرب شوارع يا جماعة الخير، راي بالفعل كانت حرب زنقة زنقة ودار دار وحوش حوش، راي ما كانش الأمر سهل. مساحة بنغازي كبيرة، مليون نسمة يا أخي، راي المنطقة تحكي على الليتي اليوم، راي الليتي راي ثلاثة ولا أربع مقسمات، الليتي اللحوم والليتي مش عارف كيف، هذا كانوا مسيطرين سيطرة كاملة، صحيح. كانوا مسيطرين على بنغازي يا جماعة الخير 90%، راي بنغازي انجابت من بعيد، راو بنغازي دولة تحرك الجيش وهالضباط الميتين 300 اللي قادهم خليفة حفتر، راي بنغازي أصبحت إمارة الآن، راي أصبحت إمارة الآن، وراهو مش بنغازي اللي شفناها هذه. وبالتالي لما شفنا اليوم شوارع الليتي وشفنا المحاور وشفنا وين كان القتال وشفنا بعض الأماكن وروها لي، أنا شفتها في فيديوهات، واحد طالع يقول يا طواغيت وهذا شارع الخليج، وروني المسجد اليوم شفته يصينوا فيه. راي يا جماعة الخير، راي معركة بنغازي ما هي سهلة، راي حرب اللي كانت في بنغازي راهو شيء كبير، شارع يعني الشباب كانوا يقاتلوا فيه من زنقة لزنقة في الليتي، صحيح. أقسم بالله العلي العظيم يا أحمد، أنا اليوم شفت فيديو صادم، يعني تصدق 50 متر بين الجماعات الإرهابية وبين الشباب اللي 50 متر، يعني مقاتلة وجها في وجه. الصحفي الإيطالي لويجي بلازا اللي معانا استغرب، قال لي يعني معقولة القتال هيك وجه في وجه؟ قال لي ما شفناش، يعني القتال التقليدي اللي يشوف فيه الصواريخ ومسافات وجبهات،
قتال وجه بوجه، قتال زنقة بزنقة، قتال شارع في شارع. وناس ربما حتى على الهامش، الناس عادت إلى هذا الحي الآن، بالتأكيد رأيت أطفال المدارس ورأيت الناس يا رجل الناس طبيعية. صح يا اخي قالونا والله يا ريتكم جيتوا في البدايه نتاع عودتنا كنا متخنين، يعني خلاص الان نعتبروا فيها ذكريات وذكريات مؤلمه صحيح ومره، وفي اللي سقط جيرانهم، وفي اللي ناس مفقوده راه لتوا، في اللي خاطفين مسكين لتوا عقيد، مشينا شفنا اهلا بكر وشفنا اولاده وعائلته مخطوف مسكين لي 3 أو 4 سنين، صوموا صغار قالوا لهم اطلعوا من المنطقه نطلقوكم بوكم، ما عادش تقاتلوا مع الجيش نطلقوا لكم بوكم، ورفضوا وقعدوا يقاتلوا فيهم لاخر لحظه. فقصدي شفنا قصص من اليوم، سمعنا قصص حزينه في الليتي صراحه، سمعنا قصص حزينه بالفعل، ناس بيوتها هدمت ليست لشيء لانها كانت تدعم في الجيش وكانت واقفه مع الشباب المساند للقوات المسلحه. وبالتالي اللي صار في بنغازي ما هو سهل، راهو كبير كبير. وبنغازي بالفعل، بنغازي قداش ما تتحمل هالمدينه يا اخي، قداش ما تتحمل من جراح، وقداش ناسها صابرين. يعني انا اللي شفته اليوم شيء محزن بالفعل، يهد جبال. كيف كانت هالمدينه وكيف كانوا الناس عايشين؟ وين نزحوا هذوما الاف عشرات الالاف من العائلات؟ وين مشوا مساكين؟ تحملوا سنه وثلاثة شهور ولا اكثر، رغم نجحوا تو في شهر 3 في شهر مارس الماضي صحيح، بعد ما انتصر عليهم الجيش وتم دحرهم الان. يعني شوف انا اتذكر فيها في 2014 بعض الشخصيات الاخوانيه خاصه الاعلاميه كانوا يكتبوا في الفيسبوك، نتذكر في هذاك الوقت ساعات فقط وتتم السيطرة على مطار بنينة، راهو كانوا على أسوار بنينة يا أحمد، أسوار بنينة يعني كنا على كنا على أسوار إمارة دينية إرهابية، لكن الجيش أنقذ الموقف وكنا ربما قريبين من النهاية. الجيش الآن أعاد بنغازي لحضن الوطن. حالة الأمن والأمان حتى لم نشهدها الآن في بنغازي على سبيل المثال، حركتنا في خلال 5 أعوام الآن كان التوتر والاغتيالات، كل ذلك انتهى مع بعض الخروقات الأمنية من الخلايا النائمة، هذا الاختلاف. نعم وهذا عمل، شوف بنغازي تحتاج عمليات أمنية ربما 2 أو 3 سنوات قدام، هؤلاء الان لنا في اللحظات الاخيره فممكن يديروا لك تفجير هنا ممكن صحيح. بس تحتاج بنغازي عمليه تمنيه، وحسب ما فهمت حقيقه بامانه، وهذه تحيه ضروري نوجهها الان على برنامجك، رجال الامن الداخلي في بنغازي وفي المنطقه الشرقيه بالكامل في برقه راهم رجعوا يخدموا. يا جماعه الخير، راهو الامن الداخلي جهاز ماليش علاقه لا بنظام القذافي ولا بالقصه، راهم ناس وطنيين بالفعل، وكانوا هم الوحيدين اللي فاهمين هذه الجماعات، هم اللي عارفين تاريخهم. نعم. ويعرف الزنديق ولا الارهابي يعرفه من وجهه. فأنا بنحيي الامن الداخلي حقيقه لانه رجع وقاعد يخدم في خدمته الصحيحه والحقيقيه. نعم. واللي ما فيهاش شوشره، بل بالعكس قالك الان الامن الداخلي لما يحصلوا في معلومه على حد ما فيش لمشريحون يجيبوه بادب ويحقوا معاه، ثبتت عليه شيء وكيف ثبتت عليه شيء يروع في حاله. وهذه خطوه ممتازه جدا في تفعيل المؤسسات الأمنية داخل بنغازي. أنا نحيي رجال الأمن الداخلي حقيقة، طبعا رجال الشرطة هذه أمر أكيد على العين والرأس والجيش، ولكن رجال الأمن الداخلي نحييهم صراحة في بنغازي وفي البيضة وفي طبرق وفي ذرنا وفي كل أماكن هذه. بالعودة إلى طرابلس، بالعودة إلى الحرس الرئاسي، السيد أحمد معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي أكد أن هذه في مؤتمر تونس أن هذا الجسم الآن المسلح الحرس الرئاسي لن يكون منافسا للجيش والشرطة. مارتن كوبلر المبعوث الأممي عبر عن سعادته وترحيبه بهذا التصريح، كل هذه التصريحات لا تقنعك سيد محمود؟ أنا بالنسبة لي أحمد معتيق ولا هذا معتيق، راه معتيق مشكلته لا في الحرس الرئاسي ولا في السياسة، راه بشوية كيف ياخذ شوية فلسات ويطلع من موضوع ميزانية، ما عندهاش مشروع، راه أنا نعرفه من القصة اللي صارت قبل لما كان بيكون رئيس الحكومة، ما عندهاش مشروع سياسي في راسه، ما عنده شيء، ما عنده شيء، راجل بزناسي بيحصل يدير التقطيع بيطلع في الصورة. زمان كان طموحه شد رئيس وزراء حتى ساعتين، مو تكتب في السيفي نتاع رئيس وزراء لي، هو كان يتمنى الان الاتفاق السياسي فيه قصه نتاع ان رئيس المجلس لا قدر الله يغتال ولا كذا يشده في مكانه، يتمناها راه غير الاتفاق السياسي حددها بين القاع، تغير رئيس المجلس يسقط الراجل هذا، كان تعطوه رئيس وزراء حتى اسبوع والله يسيبها لكم ويطلع يمشي لاسبانيا، يا رب اعطوه رئيس وزراء حتى اسبوع بس يشدها حتى هيك يتفقوا عليه يديروه اسبوع، هذا اللي يبيه، ولا يبي شويه فلسات يحرك بين اموره بس، الراجل عنده 700 مليون يبي يسكر على مليار.
المجلس الرئاسي أيضا بالعودة إلى المجلس الرئاسي وهذا الحرس الرئاسي الآن في حتى عملية أخرى تمت فيما يتعلق بسرايا الدفاع عن بنغازي أيضا جاءت غازية لبنغازي على أساس وتم مواجهتها في ضواحي طرابلس ارتكبت جرائم إرهابية عديدة زرعت الألغام التي حصدت أرواح النساء والأطفال أيضا هجوم أخير هجوم ثاني على منطقة الهلال النفطي في سيارات أليات كانت تحمل شعار وزارة الدفاع حتى الأسرى أستاذ محمود المصراتي اعترفوا بعلاقات مع المهدي البرغثي وزياد بلعم إسماعيل الصلابي والشركسي صحيح شوف أحمد أنا مستغرب في حاجة واحدة بس سرايا الدفاع عن بنغازي واضحة سرايا الدفاع عن بنغازي مقامس في الجفرة شو تدير تأكل في الدقلة تصدي انت سرايا الدفاع عن بنغازي موجود في بنغازي بعدين تغير سرايا الدفاع عن بنغازي كان بيدافع عن بنغازي لقيناه مع الجدران يردوا النفط باش مشكلتكم بالضبط شوف القصة اللي صارت تسليح خاصة في الهجوم الأخير عرب تسليح كان من طرابلس وكان بمعرفة وزير الدفاع وكان الهجوم بتنسيق مع عناصر داخل مجلس الرئاسي وكلهم عندهم بيعيدهم معلومات مؤكدة بالنسبة لك نعم لكن نفى المجلس الرئاسي بعد الهزيمة تورطه في هذا الهجوم تعرف ليش نفى لأن شاف الخسارة الكبيرة والفاضحة للمجموعات هذه تم سحقها في الصحراء طلعتها من الصحراء تعرف لقدر الله لو سيطروا لك حتى على ميناء السدرة لقدر الله وسيطروا على نزاز وأزويتين على كلهم طلعوا في مؤتمر صحفي وتبنوا ويا سلام مش يتبنوا يرقصوا بيرقيص لأن النتائج كانت سيئة فكلهم راهم قعدوا حايرين في بعضهم الساعة 2 في الليل مش قادرين شين يديروا لأن شوف باش تقول لي المهدي البلغذي يبعث ناس لبلغاريا باش تجيب سلاح وهذا بالأدلة احنا عندنا مستندات ونشرناها معلومات مؤكدة بالنسبة لك أن المهدي البلغذي الآن المصدر موجود يستورد الأسلحة من بلغاريا نعم أرسل وفد في عسكريين وفي مدنيين المدنيين خذوا الفلوس وممشوش بارك الله فيهم يعني قصتهم في السفرة والعسكريين مشوا أدوا المهمة روحوا وإحنا نعرفوا بلغاريا هي سوق سلاح سوق مهم. سلاح غير مشروع حتى وكالة الاستخبارات الأمريكية تسلح في جبهة النصرة عن طريق بلغاريا لأن بلغاريا بدأت تبيع في السلاح سوق أسود للسلاح وزير الدفاع أوفد ضباط موجود عندنا القرار وموجود عندنا أسماءهم وانشرناه أوفد ضباط لبلغاريا في هذه المهمة السلاح جاء عن طريق طرابلس تم تسليح هذه المجموعات واعتقد القياده عندها علم حقت معلي شدهم الضباط اللي شدهم والناس الاسرى وعندها علم بالقصه كامله اما استرد ان تقول المجلس الرئاسي ما عندهاش علم بالاجتماع مستحيل معقوله عمليه زياده سيبها العماري ولا كجمان انا كنت تحكي عن مقاتل والاخوار مشروع من يرجع الهلال النفطي تحت سيطره طيب لكن المجلس الرئاسي ليس العماري وكجمان فحسب فيه ممثلين آخرين طيب أحمد ماتيك تنتقده لكن فيه عضوي المجلس الرئاسي عن برقة دكتور فتحي المجبري والسيد علي قطران والله تو نايم تحكي معي بصراحة قصدي بكش المجبري واجع الجدراني بيرجعه ما أعتقدش عنده ولا مقام زفتورز ما عندهش علم ممكن بس تلمح طبعا مجرنيش طيب لن أسألك أيضا تلمح طيب لا تلمح فيما يتعلق الآن بهذا الهجوم ولديك معلومات الآن على تورط المجلس الرئاسي واستيراد حتى السلاح مش تورط يا رجل من بلغاريا طيب ما الذي يريد المهدي البرغثي يا أحمد المهدي البرغثي يتبع من وزير الدفاع من حكومة الوفاق تابع المجلس الرئاسي طيب خلاص معنا المجلس الرئاسي المهدي البرغثي بيتحرك بروحه المهدي البرغثي بيدير هالأشياء دي كلها لا رجل عندهش علاقة مسكين ما الذي يريدونه؟ طيب الهلال النفطي تحرر الهلال النفطي تحت حرس تحت سيطرة أو حماية حرس المنشآت وعملية إدارة الهلال النفطي يعني تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة مقرها في طرابلس سيد مصطفى صنع الله طيب ما الذي يريدونه؟ كيف يبررون هذا الهجوم برأيك؟ مش يحسوا 45 مليون لعطوهم لجدران يحسوا محلة أنا 45 مليون حتى عطول 45 مليون من هنا وشلط الجيش من هنا يعني يريدون إعادة الجدران يريدون إعادة هذا الصرخ لمنطقة الهلال نعم النفطي نعم نعم فيما يتعلق بالدعم الغربي أستاذ محمود المصراتي الآن فيما يتعلق بالحرس الرئاسي وعود بريطانية بالتسليح بالتدريب بالدعم اللوجستي الكثير يسأل نعرف تقدم الموقف البريطاني
الموقف الإيطالي، الموقف الأمريكي، لكن دائما بريطانيا ربما تأخذ الخطوات المتقدمة في إطار هذا الدعم. ما الذي تريده بريطانيا تحديدا من المجلس الرئاسي، ولماذا تدعم الآن قوات الحرس الرئاسي التي هي في طور التشكل أو يسعون إلى تشكيلها؟ شوف، اللي وصلنا أن الدول الغربية يا أما تكون في ليبيا حكومة واحدة يتفق عليها الجميع وتتبع لهم، يا أما التقسيم، هذا اللي يخدموا عليه راه وخاصة بريطانيا. بريطانيا تريد تقسيم ليبيا؟ هذا مشوحة، هذا مشوحة، يمكن تقدر تنكره. ربما يحدث الآن تغيير في السياسة البريطانية تجاه ليبيا مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ولكن أنا واثق بالفعل أن، ومش واثق، وكل الليبيين يعرفوه، كل السياسيين وكل المثقفين وكل النخب، مشروع الإنجليزي في ليبيا كان ولا زال يريد، يعني تريد بريطانيا أن تكون ليبيا ومزقة حتى تمرر مشروعها في الشرق الأوسط بالكامل. فهذا وضع، ومن أداة هذا المشروع، من أداة هذا العمل، هو جماعة الإخوان المسلمين. طيب، ولماذا إصرارهم على أو تحالفهم مع تيار الإسلام السياسي تحديدا جماعة الإخوان المسلمين؟ البعض يقول أنه حتى تورط بريطانيا في هندسة الاتفاق السياسي لخدمة تيار الإسلام السياسي وإعادة إنتاج تيار الإسلام السياسي بعد أن لفظه الشارع أكثر من مرة في الانتخابات، بعد انتخابات البرلمان، وقبل حتى ما يلتقي البرلمان في طبرق، المبعوث الانجليزي والمبعوث الامريكي قالوا لنا صراحه لازم تشاركوه معاكم في السلطه. باي كيف وما جابش معي كراسي في البرلمان، قال لك لازم تشاركوه معاكم في السلطه. هيك واضحين، كانوا واضحين المبعوث الامريكي في تلك الفتره في 2014 والمبعوث الانجليزي، وقالها في مصر. اه، حتى محمود جبريل يعرفها، الدكتور محمود جبريل يعرفها، وانقالت له لي هو، وانقالت له احنا، وقالت لي مجموعنا يجب مشاركتهم في السلطه. وين رفض الشارع ذلك؟ ورفض، لما رفض الشارع قالوا لك فجل ليبيا. يعني انت انا شفت ما شو اسمها السفيرة الأمريكية في 2015 في تونس، ديبورا جونز، وشفتها في اكثر من مؤتمر تبكي في دموع التماسيح على ليبيا، ويجب ليبيا ان توحد. باهي، من اللي اعطى الاذن للصعاليك بحرق مطار طرابلس والطاقة في ليبيا في تلك الفترة؟ من اللي اعطى الاذن للاسلام السياسي؟ ما هو انتم. واكبر دليل، يوم تبي تطلع سفارتك من طرابلس لم يتجرأ صالوك على اطلاق رصاصه في الهواء. طلعت الطيارات، طلعت السفاره الامريكيه، وكلهم تحت حسمس. طلعت السفاره الامريكيه من هنا بدو في الحفله نتاعها. انت ما انتم تعرف المده الماضيه، انا اعطيك مثال بسيط. المده الماضيه كان الصراع بين الميليشيات في طرابلس على اوجه، وكان الكل يحشد. الغرب قال لهم رد بالكم، ما نبيش حرب في طرابلس، وقفوا. مش كان في تحشيد مدرفات في طرابلس؟ المقاتل يحشدوا، هيثم التجوري يحشدوا، مش عارف مدرفات، مش كان في تحشيد؟ الغرب كان الغرب نوريك قدرة الغرب انه قادر يوقف الحرب وقادر يطلقها. دولة غربية يعني، قالت لا ما نبيش حرب في طرابلس. وباولو سيرا كان في تلك الوطن في طرابلس موجود، والتعليمات كانت واضحة، وقفوا. كانوا يحشدوا البعض، كانوا بيدخلوا طرابلس في حرب، وقفوا، كلهم وقفوا. القصة واضحة. قصدي انت لما جيت تقول لي والله المجتمع ده، والله انا حزين على العنف ولا السفيرة الامريكية، وانا واجهتها في تونس، سمعتها كلام عمرها ما سمعتها. صحيح، يعني في ندوة كان خذيت المايك وسمعتها كلام عمرها سمعتها. انت جيت تبكي على ليبيا وتدفي في دموع التماسيح، وكل مرة كل ما تشوف تجمع واحد يشوف فيك، انت اللي سمحتي للصعاليك بان يحرقوا طرابلس، انت اللي اطلقتي فجل ليبيا بكل المقاييس. خلينا احنا نكون ليبيين واضحين. بالفعل بعد 2011 و 2012 و 2013 ما كانش في ملامح دولة، كانت الميليشيات، لكن لغاية 2014 كانت الأوضاع معقولة. نحكي على الأوضاع الاقتصادية، راه هذا اللي يهم المواطن الآن. صحيح، خليك راه اللي يهم المواطن، أنت وفر له اقتصاد، وفر له حياة مرفهة، والباقي خذ سياسة وخذ شنو تبي. ليبيا كانت لغاية 2014، لغاية ما قبل فجر ليبيا، كانت ليبيا في صحة جيدة، كانت ليبيا تتعافى، كانت كل شركات الطيران تنزل عندنا، كان الدولار بجنيه و30، ايه ونزيد نعاودها لكم، كان الدولار بجنيه و30، ما تو كل واحد يطلع لك يقول لك والله انت بتقول لي الدولار كان بجنيه و30، كان بجنيه و30 الدولار، واليورو كان بجنيه و70، وكانت كل شركات الطيران تنزل عندك، وكانت السفارات موجودة، أي سفارة شنغن كنا ناخذ فيها من ذات العماد. من 2014 شنو صار فينا؟ من فجر ليبيا شنو صار فينا؟ حرقت المطار، السفارات كلها طلعت، الليبي يشوف الدولار وصل ل7 جنيه. بين من المسؤول عن هذا كله؟ شكون
شكون من قائد من الانقلاب العسكري او الانقلاب المسلح في فجر ليبيا؟ ما حطوا الاسد في صفحاتهم جماعه الاخوان المسلمين، حطوا قسوره وفوضى وكانت واضحه امورهم. يعني هما شي كانوا يبوا من تلك الفتره واحنا كنا خاطوا فيهم، راهم يبوا الحرب باش يوصلوا للاتفاق سياسي، راهم يبوا الحرب باش يبوا السلطه، راهم قاعدين انتم تموتوا هم اللي بيوصلوا الكراسي. يا اخي عبد الرحمن السويحلي باش وصل لهال المنصب اللي هو فيه مجلس اعلى لرئاسه الدوله على اشلاء وجدت مئات الشباب من مصراته، شيء يوجع ويد من قلب يا رجل. اكثر من 300 اللي ماتوا بس في عمليه الشروق من شباب مصراته، من يتحملهم هذوما؟ عبد الرحمن السويحلي باش يوصل يقعمز ويقول اني رئيس المجلس الاعلى. تبي قلت لنا تبي رئيس، اعطيناك 5 ايام سددتها حتى اسبوع وما تقدرش هالشباب هذا كله. دخلت مدينه كامله في حرب ما عندهاش فيها. الاخوان المسلمين قداش قتلوا من شباب طرابلس ومن شباب مصراته في فجر ليبيا باش يوصل صوان وقيادات الاخوان يقعمزوا في الصخيرات ويوصلوا للسلطه. طيب هذا واضح. لما كنا نقول لهم في 2014 طلعونا التوانسه وطلعونا فلسطينيين وطلعونا تشاديه ومناش ليبيين واحنا ازلام واحنا، يا سيدي انا يا سنغالي وعشت في ليبيا وكلت من لحمها ودمها، لكن وجعتني البلاد، مانيش ليبي زي ما انت قلت، سنغالي من موزمبيق، عشت فيها البلاد ومولود فيها والحم اكتافي من خيرها، واجعتني. كنت نتكلم فيك ونقول لك راي فجر ليبيا مأساة، راي فجر ليبيا كارثة، راك انت ماشي في طريق غلط، وشوف لوين وصلتنا الان. طيب كيف يصمت اذا وتتحدث الان عن مصراته، كيف يصمت سكان المدينة؟ يعني مئات من شبابهم ربما الالاف الان يزج بهم في هذه المعارك من أجل الوصول إلى السلطة، سواء من حركة أو جماعة الإخوان المسلمين أو من عبد الرحمن السويحلي وبعض القيادات الأخرى من هذه المدينة. كيف حول هؤلاء بذلك في تلك الوقت إن كانوا رافضين بطبيعة الحال؟ كان في تلك الوقت كانت الآلة العالمية كانت قوية جدا وكان بالفعل كان في تغرير وكان في تخمين، وإحنا كطرف مقابل حتى إحنا نعترف لك بأحمد ما كانش عندنا الآلة العالمية الحقيقية ولم يكن لدينا الأداء السياسي الحقيقي. يعني شوف وهم كانوا أكثر نضجا سياسيا وكان عندهم أداء سياسي جيد. أنت شوف راه الحوار والحوار بدأ بين النواب المقاطعين والنواب مجلس النواب. كيف انتهى الآن؟ والفجأة لقينا المقاتل ولقينا عبد الحكيم بالحاج ولقينا الدنيا ولقينا الإخوان ولقينا صوان ولقينا كلهم قاعمزين وتحول، لقينا المؤتمر الوطني العام اللي منتهي أصلا اللي خلاص جاء البرلمان والغاه، لقينا مقعمزين، لقينا صالح المخزوم قاعمز في الحوار. هم كانوا أكثر أداء، يعني خلينا نعترفوا أدائهم السياسي كان أفضل، يعني كان أفضل من أدائنا إحنا. يعني إحنا لما تبعت حد من لجنة حوار وبعد 6 شهور 7 شهور يجي يقول لك إحنا والله كنا نمشوا للصخيرات ناكل ونشربوا في المغرب ونروح وما ندوش عليها، كل شيء كانوا يقرروا لنا فيه، راهي كارثة. حتى أنت تخبط راسك في الحيط، أنت كيف بعد نايم في البرلمان يحضر بالستة وبالسبعة شهور وبعدين يجي يقول لك انا كنت ناكل ونشرب وناخذ في الاقامه وفي الفلوس وراه ما نعرف شيء. ولما واجهناه قال لي ما قلتهاش، لما طلعوا لنا النواب من مجلس النواب اقول له قلت الكلام هذا. وبالتالي ادائهم السياسي كان خير، ادائهم الاعلامي احمد كان افضل. وبالتالي هذا اللي صنع حاله تزييف الوعي الجماعي لكل من شارك فيه. طيب وعلى فكره ما عندهم القدره على القصه هذه. عفوا صح. فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي الآن وهذا الدعم الدولي الكبير من بعض الدول رغم تآكل التأييد الشعبي لهذا المجلس الرئاسي، انحسار المؤيدين له شعبيا يوما بعد يوم، رغم أيضا عدم شرعيته التي لم ينالها من البرلمان بعد، مع ذلك هذا الدعم الدولي لن ينقذه؟ عنوان الحلقة اليوم لن يفلحوا أستاذ محمود المصراتي. أوه رائع والله، شكرا لكل الشباب في الطاقم وراء. وفعلا لن يفلحوا. أنا شوف هذه مؤمن بها كإيماني بالله، لأن عمر البطل حتى لو انتصر في جولة لن ينتصر في كل المعارك. البطل قد ينتصر في جولة قد ينتصر في اثنين، ولكن في نهاية الأمر الباطل سيسقط، وهم بالفعل هم على باطل ولن يفلحوا. وهذا من يعني شوف راه يا جماعة الخير، راهي من 2014 لغاية الآن السنتين هذوما وثلاث سنين كانوا مؤلمات جدا، ولكن شوف الآن حالة الوعي اللي عند الناس أصبحت. رواني نقول لك في حالة الوعي حتى في طرابلس الناس راهي تنتظر في الجيش على حر من جمر. الناس أصبحت مؤمنة وعلى قناعة بأن جماعة الإخوان المسلمين الضالة وميليشيات المقاتلة وميليشيات الآخرين ما عندهم حتى ميليشيات المال راهو أجرموا في حق ليبيا، واللي ذروه في ليبيا من جرائم ومن كوارث لا يمكن أن ينساها التاريخ ولا يمكن أن نسامحهم عليها لا ليبيا ولا الأجيال القادمة.
حتى ابنائنا واحفادنا لما بنحكوا لهم القصص اللي صارت في الاربع سنين الخمس سنين هذول العجاف راهو مش حيسامحوهم، راهو التاريخ لن يرحم. الخمس سنين اللي درناه احنا والله ما دار في ليبيا في الاربعين ولا 42 سنه اللي اللي اللي, اللي يحكوا عليهم ظلم واستبدال الدكتاتوريه اللي داروا فينا ميليشيات والاسلاميين. شكرا لكل الزملاء على يفلحوا مثلا ثاني يفلحوا هذه متاكد منها. نعود لسؤالك احمد. طيب الان ايضا اشرت الى موضوع طرابلس او قبل ذلك موضوع ثقتك ان رغم تاكل هذا التأييد الشعبي وانحساره الى ان الدعم الغربي لن ينجح فيما يتعلق بتمرير الاتفاق السياسي او المجلس الرئاسي بصورته الحاليه، لكن اشرت الى موضوع طرابلس. اسمح لي ان اقول لك في بعض الناس يلومون على اهل المدينه يقول لماذا ليس هناك تحرك كبير، تظاهرات شعبية كبيرة ولا عصيان مدني كبير ضد هذه الميليشيات المسلحة، أين الحراك المدني في مدينة طرابلس؟ شوف أحمد، خلينا نكون واقعيين، الحراك المدني إحنا لما كنا معاهم رجل برجل في طرابلس لغاية 2014 كنا نعبوا في الميدان ونرفع في صور المشير حفتر ترفع في الميدان والكرامة في وسط الميدان في 2014. بعد 2014 مسألة يعني يسمعوا بك حتى سمع والحكم بالحديد والنار أصبح بالضبط هذا موجود لتوار. يعني حتى أنا أقول لك حاجة أحمد، والله لولا الشباب اللي على الفيسبوك الناشطين هذا والصفحات الشباب اللي حركوا خاصة في موضوع العصيان، مجموعة من الشباب كلهم اللي شاركوا فيها هذه ومش نسميهم باش ما ننساش حد ويزعل حد، كل الشباب أو الناشطين على الفيسبوك يأدوا في أداء أكثر من تأدي فيه القنوات صراحة يا أحمد صفحات الفيسبوك. ولكن في ذات الوقت يا أحمد غياب الـ القوة اللي تواجه الميليشيات. أهل طرابلس بطبيعتهم ناس مدنيين حتى زي بنغازي ناس سلمية صحيح. ولكن أنت بنغازي لما تحسست أن الجيش موجود وأعطى الجيش أوامره للشباب تحركوا، لكن في 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 طرابلس راهو كان قمع قمع، مش قمع أنك أنت تجي وترفع سلاح في وجه الميليشيات، حتى أنك أنت تظاهر ولا أنك تخرج في في مسيرات يعني ضد الميليشيات راهو كان فيه كان فيه قمع وكان فيه اعتقال وموجود ممكن حتى لغاية الآن موجود رأى القمع والاعتقال وأن أنت يدوروك ومنت ويجيبوك وتخطف لأنك أنت تفكر في اعتصام ولا تفكر في كذا، رأى هذا موجود. يعني شوف هم كانوا يطلعوا النخب متاعهم تطلع في التلفزيون يقول لك تطلع في طرابلس نمسحوك، وصارت نخب محمود عبد العزيز هذا كان يطلع في قناة النبأ يقول تطلع موجودة الفيديوهات موجودة النخب بتاعهم مثقفين بقياداتهم كانوا يطلعوا للناس ويهدوا فيهم تطلع في الشارع أنا يتم سحقك مسح كانوا يقولوا لهم فيها هكي، وبالتالي ما نلوموش حتى على أهل طرابلس خلينا نكون واقعيين. القبضة الأمنية يعني القبضة الأمنية كانت كبيرة أيضا في بنغازي، مع ذلك المظاهرات لم تتوقف رغم إجرام داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى. أستاذ محمود المصراتي، حتى بعد سقوط الصاعقة الآن في بنغازي ربما آخر معسكر للجيش في بنغازي البعض أحبط، كان يتوقع أن تتحول في اليوم الثاني بنغازي إلى إمارة دينية. نعم كان في مظاهرة كبيرة ثاني يوم بعد سقوط الصاعقة، لم يكن هناك أي جندي على الأرض، كان في مظاهرة كبيرة تطالب بالجيش وبالديمقراطية والدولة المدنية وضد الميليشيات الإرهابية. أحمد شوف المشاكل والأزمات اللي خلقوها للمواطن توا في طرابلس ولا حتى في في المناطق الثانية، راهو ينوض الصبح مسكين بيفكر كيف يسحب 100 دينار من مصرف باش يوكل بها صغار، جعلته أكثر انشغالا بحياته اليومية. ارتفاع مستوى المعيشة أمام يعني شوف الدولار الآن يعني شيء دا يمكن يصدم عقلك، بستة وسبعة دينار معناها الحاجة اللي كنت تاخذها بدينار بدك تاخذها بستة دينار، فالناس أصبحت عندها اهتمامات حتى لما تجي تقول أطلع في مظاهرة وش بنحصل؟ خلينا نمشي ندور نوقف قدام مصرف نحصلش منه 100 دينار نوكل صغاري. فقصدي حتى هذه راهو قصه الضغط اللي مارسته الجماعات السياسيه الموجوده في طرابلس قطع الضوء وما قطع الضوء القصه هذه، وهي على فكره راهو المساله دي فهمها الليبيين راهي بزنس وتجاره وممارسه قمع من نوع اخر على الليبيين، مساله قصان الضي والقصه هذه وهذه واضحه لدينا فيها الحقائق موجوده. طيب في حتى ازمه اقتصاديه وازمه سيوله، في البعض يقول انها ايضا ازمه مفتعلة في ذات الإطار الذي تتحدث عنه أستاذ محمود المصراتي، الضغط على المواطنين. نعم نعم شوف وبالذات في طرابلس شوف هم يوصلوك يوصلوا الناس لمرحلة أعطونا أي حل، بس طبعا سبحان الله ربك جعل كيدهم في نحرهم. يعني شوف احنا أنا الوفاق والاتفاق الصغيرات دعمناه منذ البداية، قلنا يا سيدي نمشي الحوار السياسي، لكن تم اختياري ضمن مجموعة من الزملاء الأفاضل كلجنة مستشارين في حوار الصخرات،
لما ذهبنا شفنا لا يمكن، شفنا محتوى الاتفاق قلنا هذا يمكن أن ينتج حالة استقرار سياسي في ليبيا ويمكن أن ينجح. وقدمنا تقريرنا للتاريخ وحيقول الليبيين حتى بعد 10-15 سنة، وكان رأينا واضح. وبعد ما شفنا لما شافونا لجنة الحوار نفسهم الرباعي بتاع الحوار لما شافوا صوتنا عادي، ولما شافونا نخدموا ضد مصالحهم، لأن اكتشفنا كلهم عندهم مصالح جماعة الله، وخاصة أنا نتكلم على لجنة الحوار بتاع البرلمان وتحمل كل مسؤولية في كل كلمة، رأوا اللي وصلنا لهدايا اللي وصلنا له توا، رأي مسؤول عنا الرباعي بتاع الحوار لا نقاش فيه، بعيرة وشعيب والتاني هذا اسمه صادق والثالث الرابع عشان اسمه همه ولا صالح، نعم صالح هذا الرباعي هو اللي وصلنا للي وصلنا له هنا يرى. فكنا في اتفاق الصخرات واضحين وتمنا تقريرنا واضح والتقرير موجود، وجهنا منه الصوره للبرلمان وصوره للجنه الحوار نفس الرباعي. اول ما روح شعيب استخد فينا قرار بحل لجنه وبعدين اكتشفنا اكتشفنا ان كان بطلب من المؤتمر الوطني وجماعه الاخوان و لجنة الحوار بعض العناصر داخل لجنة الحوار هي التي ضغطت على لا ما ضغطوش ما ضغطوش طلبت قاعد مزوبين تحت عرصة في هوتيل في المغرب وقالوا له جماعة دوم عاش نبوهم محمود المصراتي وفلان وفلان عاش نبوهم فهو ما روح لطبرق دار فينا قرار الحمد لله رب العالمين. بالعكس أنا هذا القرار وسام على صدري أنا وكل الزملاء، لأن احنا قلنا لا للوفاق ولا لهذا الاتفاق بهذه الشكل. طيب ومع ذلك سيد شعيب ومع ذلك في أعضاء لجنة الحوار هم تابعين للبرلمان، ومع ذلك كنا يا سيدي ما حتى نرتهم بأن احنا ضد الوفاق وضد السلم الاجتماعي، رحبنا بالمجلس الرئاسي في تلك الفترة، رحبت بي قلت باي والله سيد فايز السراج موسى الكوني فتحي المجبري تكلمت على ثلاثة هدمه أحمد معيتي رأي فيه كان ولازال ولن يتغير، وكنت واضح قلنا ثلاثة هدمه نتفائلوا بهم، والتقيت بهم الثلاثة وحسيت أنه بالك يطلعوا البلاد من هالأزمة. التقيت بهم ثلاثة في ثلاثة شهور، الأولاد ما كملوش ثلاثة شهور يا ودي وسقطوا الثلاثي هذا وانتهوا وينه اللي كان يقول لي مستحيل نخش مع الميليشيات لطرابلس فايز السراج وموسى الكوني، لقيتهم يديروا في سلفيات مع اللصوص متاع الميليشيات في طرابلس، فقصدي سقطوا هذوما. الآن شوف مسألة المجلس الرئاسي أنا في اعتقادي أنا حتى تو راني أنا ما نتمنى القنوات والمثقفين والنخب ما يتناولوناش قصة 17-12 والقصة ديسمبر. نعم. ما رأوا المجلس الرئاسي منتهي ليش 17 منتهي رأوا من 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 6-7-8 شهور. سقط في ذهن المواطن. سقط في ذهن المواطن وسقطت شعبيته، وحتى الآن حتى الدول اللي قاعدة تحافظ للأخير على المجلس الرئاسي أصبح لديها قناعة. لن تنجح في تعويم المجلس الرئاسي. إطلاقاً أصبح عندهم قناعة بأن هذا المجلس لن ينتج حالة استقرار في ليبيا. ولن يخرج من يا راجل وين هم قاعدين؟ راهم قاعدين في بوستة يقعدوا فيها يوم بيوم وخميس وجمعة وسبت راهو كلهم ويكاند اللي في تونس في تونس واللي في اسبانيا في اسبانيا وفي ذيك مارس في نهاية من الجولدن توليب راهو المجلس الرئاسي ما فيه المجلس الرئاسي واللي ينوض بكري عند الختم يدير بيان ويختمه ويتعاركوا الصبح يطلعوا في الليل بيان والصبح يتعاركوا عليه هالرباعي اللي موجود هم قاعد فيه المجلس الرئاسي قاعد فيه كجمان وعماري وعماري ومعتيق والسراج فتحي المجبري معاه حتى طرابلس ما عادش يمشي يعني في اعتقادي انه الفتره الماضيه كلها حسب ما سمعت انه قاعد في تونس والمجلس السياسي والباقيين هذو اللي موجودين يديروا في الليل بيان والصبح يتعاركوا عليه وكل يوم شرى كل واحد مديرين الختم شرى مديرين التوكات كل واحد ليله عند الختم اللي يطيح عنده حادثه في تلك الليله يدير بيان ويختمه والصبح يتعاركوا عليه. فقصدي انا اتمنى على كل القنوات في ليبيا والنخب والمثقفين مسألة المجلس الرئاسي والاتفاق السياسي 17-2 وهذا منتهي هو المجلس الرئاسي والاتفاق السياسي سقط في لا هو عقلية ولهن المواطن هو لم ينتهي بعد يا أستاذ محمود المصراتي بدليل أن أعضاء المجلس الرئاسي يستقبلون رسميا في دول غربية تعقد مؤتمرات دعم سواء في تونس أو في روما أو في لندن أو في مالطا لدعم المجلس الرئاسي والله هذا زي الإبرة الصينية تعرف هذا ما يعطوا فيه باكش يصير منه شفت التنفس الأخير بتاع الصناعي هذا لكن نقول والله يا وانا وسجلوا علي أنا في هذه في هذا في هذا الاستوديو في هذا المنبر المجلس الرئاسي راه منتهي واتفاق الصخرات بشكل هذا مش حيستمر وأكبر دليل الاجتماع اللي صار من يومين في القاهرة وهو اجتماع مهم حقيقي ضم أكثر من 40 شخصية ليبية وقدم بيان واضح وكانت الحكومة المصرية والرئاسة المصرية مصرة على أن ينتهي الاجتماع معنا شوف مصر في تلك الفترة اليومين هذاك كانت في تفجير عملية كان إصرار من الرئاسة المصرية على أن ينجح الوتورية تقدم بيان كوبلر أعتقد اليوم يوصل للقاهرة هيقدمون هذه النتائج وأعتقد في اتفاق مصري روسي وحيكون حتى أمريكي لكن في طرف واحد حضر هذا الاجتماع تتحدث في
مصر او يعني غاب الطرف الاخر الداعم للمجلس الرئاسي الان الاخوان المسلمين على سبيل المثال فجر ليبيا على سبيل المثال. انت بتحكي معي على فجر الاخوان المسلمين بالنسبه لي رايي الشخصي وقد اكون متطرف وديما بقولها انا راني مساله ان الاخوان المسلمين جماعه الاخوان المسلمين حزبهم العدل والبناء هذه الجماعه لا ينفع معهم اتفاق سياسي ولا وفاق وطني اراهم هذوما اكثر من الزمزانات والسجون ما عندهمش حل في ليبيا تاني ما عندهمش حل هذه جماعة ضالة هذه الجماعة فشلت في أن تكون جماعة دينية ودعوية تدعو إلى الدين الإسلامي فشلت لما أقول لك فشلت كيف فشلت بأنها بإمكانها تبيع وتبيع كل القيم الدينية وتبيع مفهومها للدين والرؤية امتحها الدعوية أمام السلطة فشلت في أن تكون جماعة سياسية تقدم مشروع سياسي وتنجح فيه شوف سقوطهم المدوي في مصر وسقوطهم رافيليني نقول لك حاجة ليبيا لفظت جماعة الإخوان المسلمين قبل تونس وقبل مصر في انتخابات 7-7 سقطوا فيها الإخوان المسلمين صحيح غير تآمروا علينا وخدعونا اللي كتبنا أنا نائب مستقل وبعدين لقينا رئيس كتلة العدالة والبناء اللي اسمه نزار كاتب نائب مستقل وبعدين لقينا راهو ضحكوا علينا بس والباقي راهو الليبيين في 7-7 اللي شموا عليه حتى وصلنا انه جماعه اخوان مسلمين ما انتخبوش وكانت النتائج مفاجئه جدا للغرب جدا سقطوا لانهم شوف وانا ما زلت نقول اكثر جماعه اسلاميه تنتمي الاخوان المسلمين مجموعه سياسيه استطاعت ان تصل وتغير من تكتيكها وتغير من جلدها وتتماشى مع بلدها ومتطلبات دولتها أن نعتبر في جماعة النهضة في تونس جماعة النهضة في تونس نقدر نسميهم ممكن جماعة فشلت دعويا وسقط دين جماعة الإخوان المسلمين ولكنها نجحت سياسيا هذا حركة النهضة في تونس نجحت سياسيا بالفعل وشوف هي لغاية الآن مستمرة في السلطة وقد تستمر حتى لسنوات في السلطة لأن الظروف ربما تختلف ولكن حتى هي كجماعة قياداتها قدروا عرفوا كيف يتعاملوا مع الأزمة عرفوا كيف يحتوا وخدموا سياسة صح أما اللي عندنا هذوما الإخواني أكثر حاجة يفكر فيها يدير لك ميليشيا ويدعمها زي ما دلونا الدروع وتو يفكرنا في المجلس الرئاسي وبالتالي مسألة الأطراف الأخرى الإخوان المسلمين أنا يرى لا أؤمن أطلاقا بعد التجارب المريرة لأن شوف يا أحمد خلونا نكون واضحين اتفاق الصخرات اللي تم هدايا أراه كان فيه قبلها زيه نفس الاتفاق تتذكروا في لجنة فبراير مخرجاتها هذيك راح تو راه شبيه باتفاق الصخرات صار بين القوة المدنية مشروع طارق متري مشروع طارق متري بالفعل كان في ذلك الوقت طارق متري وتم الاتفاق بيننا وبين جماعة الإخوان المسلمين نذهب إلى لجنة نشكلوها لجنة سميت في ذلك الفترة لجنة فبراير اللي كان فيها الدكتور الكوني عبودة وعز المقهور والكثير من الأسماء لجنة فبراير طلعت بهذا الاتفاق وقالت نذهب إلى انتخابات برلمانية مبكرة ذهبنا انتخابات برلمانية مبكرة هم أصروا في نقطة واحدة الانتخابات الرئاسية مباشرة قالوا لا انتخابات رئاسية مباشرة لا ما نبوهاش ورفضوها في المقترح بتاع فبراير بتاع لجنة فبراير قلنا لهم يلا نرحلوها للبرلمان الجاي ذهبنا معاهم الانتخابات البرلمانية ووقعوا معنا ومشينا الانتخابات البرلمانية شن صار أول ما انتخب البرلمان أول ما يقولوا نفسهم خاصين في البرلمان ما عندهمش كراسي قاطع البرلمان مش تحت سيطرتهم في النشيات شن داروا قاطعوا وبعد ما قاطعوا شن داروا لك فشل ليبيا نفس الشيء هذه الصخرات شوف أنت شن داروا اول ما حصلوا المجلس الرئاسي طول استولى عليه جاء عبد الرحمن السويح اللي قال لك انا رئيس مجلس اعلى للدوله ودار هالفيلم متاعه وهالقصه هذه هم تناسوا كل شيء والاطراف الثانيه وبدوا يطلعوا له كل يوم في قرار تامس نسمع في المثلث هذا ولا شو اسمه المتحدث الرسمي اشرف الثلثي ايوه المتحدث الرسمي قال الحرس الرئاسي هو القرار رقم 2 في المجلس الرئاسي تامته محمد درت انت اتخذت القرار مش عندك معك اطراف ثانيه في المجلس الرئاسي كيف تم اتخاذ القرار وين تم اتخاذه وامتى؟ فقصدي نعود لسؤالك بس ربما اخذت من الوقت الكثير. جماعه الاخوان المسلمين انا اعتبر فيهم لا يمكن احتوائهم في اي مشروع سياسي في ليبيا. الوحيد المكان اللي تقدر تحتويهم فيه زنزانات السجون، غير هيك لا يمكن انا اؤمنش بهم صراحه. طيب وماذا عن الجماعه الليبيه المقاتله عبد الحكيم بالحاج وخالد الشريف والاخرين؟ لا غبرت كلام نديره حتى مع الاخوان عبد الحكيم بالحاج بدل ما يخش معاه في اتفاق سياسي. عبد الحكيم بالحاج حزب سياسي مرحب به في الغرب يعتبرونه ايضا تيار اسلام سياسي معتدل بين قوسين. من شكون يعتبر فيه؟ الغرب. الغرب
لا تؤمن بهذه التصنيفات الغربيه للتطرف والاعتدال الاسلامي استاذ محمود المصراتي. هذا عبد الحكيم بالحاج يلبس بدله يلبس قرواطه يلبس قلنا عندي انا راهو زنديق ارهابي مكان السجون ما غير هيك. لا المقاتل ايش منهم المقاتل؟ شنو العقليه اللي عندهم؟ انت برا شوف اعضاء المقاتله تو الموجودين في طرابلس، الجماعه اليمين المقاتله الموجودين في طرابلس منهم قياداتهم سامي السعدي بسامي السعدي خالد الشريف والقايد وخالد الشريف تراهم زنادقه، تراهم عندهم استعداد يديروا لكم فخاخات، راهم عندك استعداد يديروا لهم تفجير. راهو شوف عناصر جماعه المقاتله شوف خطابهم شنو هي. واحد يخطب مره في ميدان الشهداء في الساحه الخضراء بتاع طرابلس قال سنتحول كلنا الى مفخخات. راهي هذه العقليه هذه تخش معاهم في السياسه تخش معاهم في السلطه. قلت لك لا يمكن احتباء هذه الجماعات سواء المقاتله ولا الاخوان المسلمين الا في السجون، احتويهم في السجون معك نحتويهم كلنا، اما غير هيك لا اتفاق سياسي. طيب وفيما يتعلق بالدكتور الصادق الغرياني الذي يسيطر على دار الافتاء في طرابلس، لا اعرف تصنيفه حتى دائما اسال ذات السؤال والله، هو شنو؟ تيار اخوان مسلمين ولا جماعه ليبيه مقاتله ولا قاعده ولا ايش؟ والله هذه النقطه اللي نحب نفهمها الليبيين. الصادق عبد الرحمن راهو الراجل يصبوا لها، تعرف شو معنى يصبوا لها؟ راهو الراجل ما عندهش رؤيه، راهو الراجل يجوه يا شيخ راهو فيه وفيه 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 وبالله عليك اطلع قول لنا كذا وكذا وكذا هكا. هذا الراجل راهو ماكش تحسبوش صادق غرياني في العمر هذايا يفكر ويطلع في الفتاوي ويطلع في الخطاب السياسي، راهو الراجل ما عندهش مسكين، راهو حاله باهي كانك لي عصيده في الليل ورقد الساعه 8 حتى الفجر ما اعتقدش عنده مازال جهد ينوض له، راهم يصبوا له وانا حاضر له مواقف، انا حاضر له مواقف انا والدكتور اسامه الصلابي يعرف القصه هذه تماما. الراجل قال في شخص ما كلام في حلقه، لما تلاقينا مع الشخص وقربنا وجهات النظر بينه وبين اسامه الصلابي طلع في الحلقه اللي بعدها قال في كلام ثاني. فقصدي الراجل راهو يصبوا له، هذا الراجل منتهي قصدي ما عنده شيء، راهو ما عندهش من يعتقد ان الصادق بن عبد الرحمن راهو يطلع ويقول في الكلام هذا في التلفزيون يقول فيه من خاطره ومن عقله. لا راهو غلطانين، راهو الراجل منتهي مسكين ما عنده شيء. الراجل مسكين يجي يقولوا له يا شيخ شفت شنداروا 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 وقالوا قالوا قالوا يا شيخ نبوك تطلع تقول لهم كذا وكذا وكذا، هذا اللي صار معاه الراجل هذا. نبو فتوى بالضبط. طيب في عنده تاثير بمعنى الان فيما يتعلق بسرايا الدفاع عن بنغازي عند تاسيسها اعلنت انتمائها للصادق الغرياني، له تاثير على بعض المريدين والانصار في طرابلس ام لا؟ في غياب الرموز الحقيقيه للدين، في غياب رموز يحطوا صادق غرياني صادق بن عبد الرحمن رمز للقصه. على فكره انا راهو عندي طبعا يا احمد ربما المشاهدين كلهم انا راهو ما نحبش نسمي الاسماء هذه بانتماءاتها للمدن، صادق بن عبد الرحمن ولا محمود عبد العزيز، ما نحبش ان نحس كل مدينه اكبر من طلع واحد فيهم ضال طلع فيهم واحد سيء، مدينته اكبر وافضل ولا يمكن ان ما اذكرش باسم مدينته. انا عندي الصادق بن عبد الرحمن هذا شيخ ضال شيخ ذين ضال، يجب ان اللي بحده اهله وبداته وعائلته يردوا لي طريق الصواب. راهو ارذل العمر يا جماعه الخير، راهي مصيبه كبيره. والرجل راهو بالفعل انا بالتجربه راهو الرجل يصبوا له صبان، الرجل ما عندهش في راسه شيء فيما يقول راهو يجيبوا فيه اكثر قربا منه هو سامي السعدي. لا اعرف تملك معلومات فيما يتعلق بهذا الموضوع او لا؟ شوف اكثر ناس كانت واخده الصادق بن عبد الرحمن هم جماعه الاخوان المسلمين، كانوا حايطين به ودايرين به ويعتبروا فيه هو خطابهم الديني أيقونة دينية بالضبط. لما سقط شعبيا عند الناس قصوا يديهم منه من تلقفه. شوف انت جماعة الاخوان معاش حتى الشيخ والله يقول لك الشيخ والله يا ربي يهدي والله الشيخ من تلقفه تلقفوه المقاتلة جماعة المقاتلة باش يقدموه كخطاب ديني نتاعهم بس. غضوة الشيخ صادق بن عبد الرحمن يتبنوه يدوروا به داعش، راه يطلع يقول لك فكر داعش ما عندهاش مشكله الراجل، لان الراجل مسكين منتهي قلت لك يصبوا له صبان. غدوه يجيه داعش حد من داعش يدوروا به ثلاثه اربعه شخصيات من داعش في دار الافتاء غادي ويبدوا فهموه يا شيخ ويا شيخ يطلع يقول لك باسم داعش ما عندهاش مشكله. طيب يعطيك فتاوي داعش. مستقبل الاتفاق السياسي، وهل يعني انت غير مؤمن تماما بايجاد حل سياسي للازمه في البلاد الان وتعتقد اننا اقرب الى حسم عسكري للصراع عن طريق رئاسة الأركان والقيادة العامة؟ الأحداث على الأرض في ليبيا تجاوز الاتفاق السياسي بسنوات ضوئية كبيرة، لا يمكن الحل في ليبيا الآن ما هوش حل سياسي. الحل السياسي أمتى يأتي؟ بعد ما تنهي سيطرتك على الميليشيات وتحسم معهم الأمر عسكريا وتسمي الأشياء بمسمياتها وتخلق قوة عسكرية جيش وطني حقيقي ولاء للدولة ولاء للوطن ولاء لمشروع دستور اللي اتفقوا عليه. هذاك الوقت نقول لك
بالامكان يكون حل سياسي، حل سياسي داخلي في ليبيا. لكن تو بالوضع هذا في ليبيا راهو ازمه ليبيا تجاوزت الحل السياسي. حتى 20,000 صغيرات والله ما صاير منها ليبيا. يا سيدي مش المجتمع الدولي دار لنا المسرحيه نتاع الصغيرات وصفقوا وكلهم قاموا يديهم فوق هيك نعم. وطلعوا لنا في هذاك المنظر السريالي ان في اتفاق سياسي. قداش الاتفاق تو عام شنو داروا في ليبيا؟ عام وين وصلنا في ليبيا؟ لو وصلنا العام راه وصلنا لمأساه، وصلنا لمأساه في ليبيا. يقولون لك المؤيدين للاتفاق السياسي والمؤيدين له بقوه انكم لم تفسحوا المجال للاتفاق السياسي حتى يرى النور وحتى يحقق الانجازات على الارض. انا اتحدى كل اللي كانوا يطبلوا الاتفاق السياسي يطبلوا، انا خلينا الاتفاق السياسي المجلس الرئاسي نتحدى واحد فيهم تو يطلع ويدافع. بس الاثنين هذا قلت لك شو اسمه المثلث ولا شو اسمه ولا شو اسمه المتحدث اشرف الثلث المتحدث الوحيد مسكين باعتبار انه متحدث رسمي بيتكلم بيقول وجهه نظره حتى هو مش مؤمن بها لكن باعتبار متحدث رسمي وظيفة. والباقي شكون ثاني؟ شكون اللي عندك؟ اعطيني نخبه ليبيه حقيقيه يؤمنوا بها الناس ويطلع ويتكلم قدام الليبيين ويدافع عن المجلس الرئاسي. ما فيش حد، ما عندكش حد. يعني حتى شوف حتى العاهات اللي تخرج في بعض القنوات نتاع المقاتلة من طرابلس، العاهات اللي تخرج راهم ضد الاتفاق السياسي، حتى هم مؤمنين هذا ضد المجلس الرئاسي. العاهات اللي يخرجوا قاعدين علينا ويتقيأوا على شاشات التلفاز نتاعين حفتر دمر بنغازي والدبابات والقصة هذيك والاستراتيجيات والتوار غيروا من تكتيكهم وغيروا استراتيجياتهم، هؤلاء الذين يتقيأوا على المحطات والقنوات الفضائية حتى هم راهم ضد المجلس الرئاسي. تعرف يعني حتى فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في مدينة طرابلس الكثير يستغرب رغم حدة الصراع هناك الاستقطاب هناك. على سبيل المثال نرى السيد فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي بين الفينة والأخرى يتحرك بأريحية في شوارع طرابلس، يزور المستشفيات المدارس وأيضا المساجد، يقابل الناس في الشوارع. البعض يقول لك افسحوا لهذه الشخصية المجال، وأيضا البعض يقول أن فايز سراج مختلف عن الآخرين. شوف أنا في شخص رأى ما عنديش معي أخي اختلاف، في شخص رأى ما عنديش معي، أنا راجل شفته محترم والراجل يخليك تتحشم حتى من نفسك، ولكن هذا لا يكفي أن يقود مشروع سياسي في ليبيا. الراجل مسيطرين عليه منذ البداية، الراجل ما عنداش فيه طلع مزبوط في شوارع طرابلس والناس تفائلت به وتأملوا خير. بعدين شين صار؟ صارت لهم خيبة الناس فيه، خيبة أمر كبيرة يا أخي. إذا كان أنت رئيس المجلس الرئاسي ماكش عارف من اللي اختير ختم في الليل ودار بيان ضد قوات الجيش ولا دار بيان، انت يعني على رئاسة التحدث ما اعطناش خطاب واضح للناس، ما طلعش قنع الناس بمفرداته باللغه نتاعها بمشروعه، ما كانش عنده اي مشروع يا رجل. شفناهم كلهم قضاه في صفر، واحد تصدق من اعضاء المجلس الرئاسي ماشي يحضر في مؤتمر على المناخ في مراكش. مؤتمر على المناخ في مراكش معقوله؟ وطرابلس تدقي حرب ميليشيات، طرابلس تدقي حرب ميليشيات في تلك الفتره، واخذ طياره وشفته ويستقبلوا فيه في 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 مراكش ولا في الرباط وماشي بيحضر مناخ. سيد موسى كون يرزينا فيه مناخ، ايش بديروا له احنا المناخ؟ ايش بدي لك انت المناخ؟ السيد موسى كون ماشي يحضر في مؤتمر في المناخ. بتقولي لا والله دعوه رسميه، نعتذر عليها يا اخوي، ماهوش اجتماع امني، اعتذر. لا سامحني اوضاعنا، الميليشيات تدقل في طرابلس وهيثم هذا يا استاذ اسمه والمقاتل دق في شوارع طرابلس، والسيد موسى الكوني واخذ شنطه وبدليه وماشي يحضر مؤتمر على المناخ في شو اسمه في مراكش. هل هذه الكوادر، هل هذه العناصر مسؤوله تتوقع ان تنتج مشروع وطني من خلال المجلس الرئاسي يقود الى الاستقرار في البلاد، يقود الى تغيير الاوضاع الاقتصاديه والامنيه في البلاد؟ لا يمكن، لا يمكن اطلاقا، لا يمكن. واحد من اعضاء المجلس الرئاسي هو من المجموعه اللي معاه تسبوا في فصل مسكين مدير فندق ما خلصوش، قعدوا عنده يجيب 60 ولا 90 ولا 105 ألف ولا 96 ألف في تونس. نعم الراجل مسكين انفصلوه. طيب هذا ما كانش أمين حتى في إقامته في تونس، تبي تأمن أنت على وطن؟ الأستاذ محمود المصراتي رئيس تحرير صحيفة أخبار الحدث الإلكترونية، شكرا جزيلا لك. أنوه أنه غدا أيضا سوف يكون ضيف الأستاذ محمود المصراتي. مشاهدينا الكرام أشكركم، أنتم أيضا في الختام تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد قمات، في أمان الله. شكرا، شكرا لك.
الجديد.